أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. من المدى نبدأ. القوات الأمنية تفشل في استعادة الأحرار وعقوبات شديدة ضد مسربي خطط تضييق التظاهرات. في الاندبندت العربية، المتظاهرون العراقيون يحرقون اتفاق الأحزاب الحاكمة، لا مهلة لحكومة القتلة. وعنونة الزمان، موانئ العراق محاصرة والمنتفضون يرفضون مقررات البرلمان والأحزاب. في الخليج الإماراتي، متظاهرو الجنوب يوقفون العمل في موانئ وحقول النفطية، وحرب الجسور والنفط تتجدد في العراق. أما في الشرق الأوسط، العراق قمع الاحتجاجات يسفر عن إصابة 3000 شخص بإعاقات دائمة. نقرأ في العرب اللندنية، شخصية عراقية على لائحة عقوبات واشنطن بتهمتي الفساد والقمع. وفي الهيانت، الميليشيات الطائفية تواصل الاستيلاء على أملاك الوقف السني في نينوى. احتفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بما سمتها وثائق سرية وبرقيات إيرانية تظهر حجم نفوذ طهران وتحكمها في الشأن العراقي بأبعاده كافة، وكأن الصحيفة حققت إنجازا أو اكتشفت خبايا لم يكن يعلم بها أحد من قبل. جهاد بشير ذكر في صحيفة البصائر أن نيويورك تايمز لم تأتي بجديد غير معلوم ولا بمستحدث غائب عن أذهان الناس، فشباب الثورة أكدوا مضمونه منذ اليوم الأول للنزول في الشوارع، وأما محتواه فلا يختلف عراقيان على ثبوته. حتى قبل بزوغ فجر ثورة تشرين، فإن مراحل نمو تدخل الإيراني في العراق مشخصة وموثقة لدى القوى المناهضة للاحتلال وللعملية السياسية، إذ يعكس خطابها المرحلي تأصيلاً لنفوذ إيران وتوصيفاً لتغولها المتصاعد وإفصاحاً عن احتلالها الصريح الذي بات موازياً تقريباً لنظيره الأمريكي، لا سيما مع انكشاف العديد من أنماط سياسة التخادم بينهما. والحقيقة أن الصحافة الأمريكية لم تكن لتطرح مثل هذه الوثائق والبرقيات دون أن تكون هناك ملامح لمرحلة مقبلة سيأخذ فيها التخادم الأمريكي الإيراني شكلاً آخر، لأن المعلومات التي طرحت ليست بخافية على الإدارة الأمريكية، بل تمت في الأساس على مرأى ومسمع منها. وإذا كانت الثورة الشبابية قد جاءت لتجدد ما هو مطروح أصلاً في المشهد العراقي منذ سنوات الاحتلال الأولى من قبل القوى الرافضة للأخير، فإن مسار الأحداث ينبئ عن تعامل سياسي دولي وإقليمي مشابه لنظيره قبل أكثر من عقد من الزمان. وما بدعت وثيقة الاتفاق بين القوى السياسية التي شاعت مؤخرا والحديث عن انتخابات مبكرة لحكومة جديدة في ظاهرها قديمة في تركيباتها يقودها رئيس الوزراء الحالي نفسه إلا مؤشرات على ذلك، لا سيما مع احتفاظ المنظومة بقدسيتها التي تبقيها خارج حسابات التغيير. ورأى الكاتب أن الولايات المتحدة تسعى إلى ترويض تظاهرات العراق لتكف عن الاستمرار في مطالب عليا بمنح المشهد السياسي تدويرا جديدا والتضحية ببعض الأشخاص من حكومة بغداد دون أن تسمح لمطلب إزهاق ما تبقى من روح العملية السياسية. وفي الوقت الذي تعمل على استخدام حركة الاحتجاجات في إيران ورقة ضغط على نظام طهران لإعادة ترتيب المواقع والأولويات واستعادة تقسيم مساحات النفوذ والتحرك في المنطقة. صحيفة البراسون الفرنسية تناولت التظاهرات المستمرة في العراق ضد الحكومة والفساد والوضع السياسي والاقتصادي في العراق، وبيّنت الصحيفة في مقال للكاتبة هالة قضماني أن الحكومة العراقية تبدو عاجزة عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية المستعجلة وللضغط الدولي في هذا الشأن.
مضيفة أن وعود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا تلقى أذانا مصغية من المتظاهرين، بل تزيدهم إصرارا على التمسك بمطالبهم. عبد المهدي لم يفهم المطالب، حاله حال سائر المسؤولين الفاسدين، كما يقول خالد وهو متظاهر يبلغ من العمر 22 عاما من مدينة الناصرية جنوبي العراق. ويضرب خالد مثالا لتعاطي الحكومة العراقية مع تزايد حالات الانتحار بين الشباب التي وصلت إلى أرقام مفزعة خلال العامين الماضيين، من خلال حل مبتكر في العديد من مدن الجنوب يتمثل بإقامة حواجز إسمنتية عالية على طرفي نهر الفرات لمنع الشبان من رمي أنفسهم في النهر. وأضافت الكاتبة أنه منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بإصلاح جذري في النظام السياسي، تماطل الحكومة العراقية في الاستجابة للمطالب، حيث كان أول قراراتها لتهدئة غضب الشارع التعهد بخلق وظائف وزيادة الرواتب وفتح تحقيقات في ملفات الفساد. وتابعت أنه على الرغم من أن البعض وصف هذه القرارات بأنها مجرد إجراءات عرجاء، فإنها جاءت بعد أن اقتنعت السلطات بأن سياسة القمع والقتل ضد المحتجين السلميين لم تتسبب سوى في تأجيج المظاهرات، وواجهها العالم بالإدانة خاصة من طرف الولايات المتحدة. ونوهت الكاتبة أن السلطات العراقية واجهت أيضا ضغوطا مارستها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت. وأضافت الكاتبة أن السلطات في العراق عملت على إبراز حسن نواياها علنا، ولكنها لم تنجح في إقناع المحتجين، فقد وعد عبد المهدي بفتح تحقيق عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، ولكن المتظاهرين سخروا من هذه الوعود وقالوا متهكمين إن عبد المهدي يتحدث وكأن قوات الأمن لا تخضع لأوامره. في صحيفة الزمان كتب النواب شاذ الطاقة أن أزمة النظام السياسي الفاسد في المنطقة الخضراء تشتد يوما بعد يوم وتتفاقم عزلته، حتى أصبح وقادته عجاز نخل خاوية قد تتهاوى في أي لحظة. وأوضح الكاتب أن مجلس النواب تعرى وافتضح أمر فساده، وحتى الفتاة الذي كان يقدمه للشعب بين حين وآخر لم يعد قادرا على توفيره، لأنه مثقل بالفساد تتقاذفه إرادات أجنبية أفقدته القدرة على الحركة. الخلاصة هي أن النظام يترنح ويوشك على الانهيار، الأمر الذي يقتضي من المنتفضين أن يستعدوا لليوم التالي، اليوم الذي يعقب سقوط النظام، وأن يهيئوا البدائل التي يتعين عليها أن تمسك بزمام الأمور، وأن لا يترك أي فراغ ينفذ منه الانتهازيون والمنتفعون. ولا أظن أن المنتفضين تنقصهم الكفاءات والخبرات لإدارة كافة البلاد، ناهيك عن حقيقة أن الداخل العراقي بمؤسساته المدنية والعسكرية وجامعاته يزخر بالكفاءات والخبرات المهمشة، الأمر الذي ينبغي معه تمكينها من أداء دورها لمنع حدوث الفراغ كي لا تسود الفوضى ولا تسرق الثورة. لقد سبقتنا تجارب عديدة في المنطقة سرقت فيها الثورات من أيادي صانعيها في وضح النخاء، وعادت رموز الفساد المتمرسة تمارس دورها القديم بثياب جديدة. وهكذا لن يكون من المستبعد، بل ربما من المؤكد، أن تكون ثمة جهات أجنبية في مقدمتها إيران تنتظر اللحظة المناسبة لاختطاف الانتفاضة وإعادة العملية السياسية البغيضة بعناوين ومسميات جديدة، فيضيع الجهد وتذهب التضحيات سدى. إن الانتقال من أجواء الانتفاضة والمضي نحو تحقيق الثورة وغاياتها التي قدم فيها العراقيون دماء زكية يتطلب أول ما يتطلب الانقلاب على المحاصصة الطائفية والعرقية وما جلبته لنا من دمار وويلات. أضاف الكاتب أن المهام التي ستلقى على عاتق المنتفضين بعد نهار اليوم الذي تنتصر فيه ثورة تشرين وتسقط الأحزاب الفاسدة ستكون أخطر بكثير من النهارات التي سبقتها.
هناك تحول جذري وقع في العراق هو وليد الأحداث المتسارعة التي شهدها ولا يزال يعيشها، بالرغم من أن البعض لا يزال يقف مترددا بين اليأس القديم الذي أغلق كل الأبواب أمام التوقعات الحسنة، وبين الأمل الجديد الذي فتح آفاقا يمكن للرؤية معها أن تتسع لتظهر أن هناك شعبا جديدا صار يشعر بمسؤوليته عن تقليل مصيره. هذا ما ذكره فاروق يوسف في موقع ميدل إيست أونلاين. ما حدث في العراق من انقلاب صادم في المعادلات كان مفاجئا للعالم الخارجي الذي أدار ظهره للشعب العراقي، وهو موقف غير مفهوم من جهة إنكاره للقيم الإنسانية التي تم اختراقها في العراق من قبل الولايات المتحدة أو إيران وميليشياتها ثانيا. ما كان منتظرا من المجتمع العالمي لم يعد بالنسبة للشباب ذا أهمية أكثر. لقد خرج الشباب من منطقة قيمية أخرى لا صلة لها بالطريقة التي كان العراقيون يتبعونها في تعاملهم مع أزمتهم المستمرة، فلا حل يأتيهم من الخارج، كما أن استمرارهم في الصمت في ظل أوضاع كارثية لم يعد مقبولا، بل إنه لم يعد يليق بإنسانيتهم التي صارت مهددة بالفناء. كان لابد والحال هذه أن يلتفت الشعب العراقي ممثلا بشبابه الثائر إلى قوته الذاتية وقدرته المدخرة على أن يحرر نفسه من القناعات القديمة أولا، ويبادر إلى صنع قدره بنفسه ثانيا. ذلك سبب كاف لكي يعفي الشباب أنفسهم من كل شرط مسبق يلزمهم بالإنصات لأحد. ذلك لم يكن متوقعا بسبب سوء فهم جعل الكثيرين لا يتوقعون من شعب العراق أن يقوم بقلب المعادلات السياسية التي تحظى بقبول ورعاية المؤسسة الدينية. وأكد الكاتب أن العراق سيكون بلداً آخر بعد أن تحرر شعبه من وصاية المؤسسة الدينية، وهو اليوم في الحقيقة بلد آخر. ما حدث فيه نقله من موقع إلى موقع سيكون المجتمع الدولي مضطراً بسببه إلى أن ينظر إلى العراق بعيون جديدة. قوبلت التظاهرة السلمية في العراق بوحشية، وسقط مئات الشباب ضحايا الرصاص والقنابل السامة مع استخدام الخطف والتنكيل وجرح الآلاف وامتلاء المعتقلات بآلاف غيرهم. سيار الجميل ذكر في صحيفة العربي الجديد أن الطبقة الحاكمة تعيش اليوم مأزقا لا يمكنها الخروج منه، فهي الجلاد الذي قتل الشباب بدم بارد، وهي الضحية كما تصور نفسها للعالم أنها لا تعرف من الذي تصدى لقتل المتظاهرين. الشعب العراقي يحمل المسؤولية كاملة لحكومة عادل عبد المهدي في قمع المتظاهرين، والعالم كله يعلم أن العراق يزدحم بالميليشيات والعصابات التي لها قوتها على الأرض وبطشها بالناس، كما لها سيطرتها على الرؤوس الكبيرة في البلاد. وقد ثبت للعالم ضعف هذا النظام وانهيار أخلاقياته من خلال استماتته للبقاء في السلطة مهما بلغت الأثمان، كما دلت الأحداث المأساوية على تماسك جبهة المتظاهرين وصمودهم بوجه تفاهة الطبقة الحاكمة ودورها غير الأخلاقي بغباء كبير. واجه النظام كل المتظاهرين بحملة من القمع والاضطهاد واستخدام النار والغازات السامة، ما كثف الغضب الشعبي وإصرار الناس في المضي نحو إسقاطه مهما بلغت الأثمان، وعزز الشعور الوطني العام بسوء عمل الحكومة والبرلمان وسوء قراراتهما وسياساتهما الفاشلة بالضرب العشوائي أو القنص الماكر، ليسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى وهم يحملون الأعلام العراقية، كما أشاع شعورا بالتمكين والثبات والوحدة الوطنية اجتاح كل العراقيين، وغدا عاملا رئيسا في تفاقم النقمة والغضب ضد النظام كله، وتصاعدت بسببه موجات الاحتجاجات في داخل العراق وخارجه. وأضاف الكاتب أن هناك مطالبات بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين المدنيين ومعاقبتهم، فضلا عن محاسبة أركان النظام على ما اقترفوه من جرائم وجنايات، ويقضي الإجماع بتأسيس حكومة مؤقتة وإلغاء العملية السياسية الحالية والدستور والبدء بحياة سياسية جديدة نظيفة.
لم يعد بالإمكان تخيل انحسار ثورتي لبنان والعراق وتخلي الشعبين عن حلم إنهاء منظومة الفساد والمحاصصة الطائفية وهيمنة أتباع إيران بعد انتقال شرارة الاحتجاجات إلى الشارع الإيراني. سلام سرحان ذكر في صحيفة العرب اللندنية أنه يمكن إعلان انتصار ثورتي العراق ولبنان بلا أدنى شك، بل يمكن أيضا إعلان دخول الشرق الأوسط في عهد جديد ونهاية النفق المظلم الذي خلته المنطقة بوصول الخميني إلى السلطة في إيران قبل أكثر من 40 عاما. لو كانت الاحتجاجات في بلد واحد من تلك البلدان الثلاثة فإن فشلها قبل أن يمتد لهيب الاحتجاجات إلى الشوارع الإيرانية كان من الواضح أن ثورتي العراقيين واللبنانيين استمدتا الكثير من العزم والإصرار من بعضهما البعض، وهو ما كان واضحا في الشعارات التي رفعت في ساحات البلدين. لم يكن بالإمكان تراجع زخم الاحتجاجات في العراق أو لبنان في ظل استمرار ثورة البلد الآخر. أما بعد امتداد الغضب إلى الشارع الإيراني حيث معقلوا أسباب الخراب التي ثاروا من أجلها، فإن انحسار الانتفاضة في العراق ولبنان أصبح مستبعدا إلى حد بعيد. لم يعد بالإمكان طي صفحة ما أعلنته الثورة العراقية واللبنانية، خاصة بعد وصول الشرارة إلى الشارع الإيراني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأول من أكتوبر الماضي، حتى لو انحسرت إحدى تلك الثورات لأيام أو أسابيع، فإن السيناريو كتب وأعلن ولم يعد بالإمكان سحبه من أذهان المنتفضين، ويعني ذلك أن المسيرة التي بدأت لإنهاء المرحلة المظلمة التي بدأت باختطاف الثورة الإيرانية قبل 40 عاما انتهت بالفعل، ونحن في مخاض حدوثها على أرض الواقع. إذن بحسب ما كتب الكاتب فإنه يمكن ببساطة وبيقين تام إعلان نجاح ثورتي العراق ولبنان ونهاية النظام الإيراني بصيغته المخربة الحالية بانتظار بلورة مسارات ترجمة ذلك في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. بطرق فريدة عمد متظاهرون في البصرة إلى لفت أنظار العالم الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ نحو شهرين من خلال التجمع في مركز المدينة وإنشاد أغنية الثورة الفرنسية. وقد نقل موقع الجزيرة نت عن أحد الطلبة المشاركين في الاحتجاجات قوله إن سبب اختيارهم أغنية الثورة الفرنسية هو أنها مشهورة عالمية، وهي طريقة للفت أنظار العالم إلى تظاهرات العراق التي يبدو أن التفاعل العالمي معها ضعيف والتغطية الإعلامية الدولية لها كانت دون المستوى. بينما قالت الطالبة في كلية الإدارة والاقتصاد روان فائز، قالت إن المشاركة في هذه التظاهرات كشفت عن مواهب الطلبة الفنية والأدبية وشجعتهم على الانضمام في الاحتفالات التي نظمت ضمن إطار التظاهرات المدنية الشعبية. أما أستاذ التاريخ الحديث في جامعة البصرة الدكتور حيدر القطراني فقد قال إن التظاهرات خلقت نمطا جديدا للتفكير عابرا للطائفية والمناطقية، وهو ما نلاحظه في التفاعل بين أغلب أبناء المحافظات العراقية. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية.
انتهت بهذا مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد في رعاية الله.